الرياضي الفاسي الذي يعود للبطولة الاحترافية الأولى بعد غياب أربع مواسم غاب عنها الماس عن البطولة الاحترافية الأولى. تغيرت أمور كثيرة في البطولة الاحترافية الأولى، ازداد مستوى الإيقاع، ازدادت الفرق التي تنافس على المراكز الأولى، ازداد مستوى الإثارة في البطولة الاحترافية الأولى. الماس الذي سيستضيف فريق الجيش الملكي، المكان المحدد لهذا اللقاء هو ملعب الحسن الثاني الذي سيعود إليه المغرب الفاسي كفريق في القسم الأول بعد غياب دام 13 سنة وشهر وأسبوع بالتمام والكمال. فريق المغرب الفاسي منذ أن واجه موسم 2007-2008 فريق النادي المكناسي لم يواجه في القسم الأول، لم يلعب في القسم الأول في ملعب الحسن الثاني، الآن يعود لمواجهة فريق الجيش الملكي، اللقاء الذي من المتوقع أن يكون مثير بين الفريقين كما هي العادة التي كانت خلال 104 مواجهة سابقة كانت بين فريقي المغرب الفاسي والجيش الملكي. الماس أنهى اليوم حصة تدريبية صباحية، غدا سيتدرب في ملعب الحسن الثاني على الساعة 7:30 موعد اللقاء، وتختتم التدريبات صباح الخميس في الملعب الملحق للمركب الرياضي بمدينة فاس. اللقاء الذي يراهن فريق المغرب الفاسي على أن يحقق نتيجة إيجابية في المواجهة. المغرب الفاسي الذي أجرى انتدابات عديدة وكثيرة، ربما العدد نستطيع أن نقول أنه 15 لاعب، وإن كان هناك بعض اللاعبين كانوا قد غادروا وعادوا مرة أخرى لفريق المغرب الفاسي. الانتدابات في حراسة المرمى خالد كبير العلوي وأيمن مجيد، في خط الدفاع محمد حمامي سهلي يوسف الكردوم وكريم الولادي الذي نعتبره تعاقد جديد لأن اللاعب كان قد فسخ عقده مع الماس ثم عاد بعد ذلك بعد حوالي شهر. وسط الميدان إيمانويل ستيفن ونيلسون مونغانجا وهيثم عينة محمد الفقيه مع تجديد عقد لعبد العظيم خضروف. في الخط الأمامي عبد الله ديارة وعلاء الدين الجراي عبد الرحيم مقران والمهاجم النيجيري الذي كان في آخر لحظات الميركاتو تم التعاقد معه وسيكوري إدوال إليمي، هذا المهاجم النيجيري، المهاجم النيجيري الذي يبلغ من العمر 24 سنة، لعب لفريق شوتن ستار النيجيري، لعب للوبي ستار النيجيري ثم مع الملعب التونسي. ربما من إحصائيات المتاحة لهذا اللاعب يمكن أن نقول أنه لاعب جيد، لكن يبقى ذلك رهينا بما سيقدمه على أرضية الملعب. يكفي أن نقول أنه هو ثالث هدافي عصبة الأبطال الإفريقية موسم 2018-2019، وأيضا كان قد زار المغرب كلاعب عندما خاض لقاء الوداد الرياضي ولوب ستار في مدينة الدار البيضاء، وكان أفضل لاعبي الفريق النيجيري في تلك المواجهة، المهاجم النيجيري سيكوري إدوال إليمي الذي يتمنى جمهور الماس أن يكون خليفة لجيجي جيزا اللاعب الذي تم إبعاده عن اللائحة بسبب المرض ولا زال ينتظر التوجه إلى قطر من أجل العلاج من الإصابة في أو المرض في الركبة الذي ألم بالمهاجم وهداف فريق المغرب الرياضي الفاسي لعدة سنوات جيجي جيزا. كان هناك حديث بالأمس على عمران فضي المدافع الأيمن لفريق الرجاء الرياضي وصفقة انتقالها التي لم تتم لصفوف المغرب الرياضي الفاسي، كان هناك اتفاق نهائي وأيضا اللاعب كان قد أبدى رغبته بالانضمام لفريق المغرب الرياضي الفاسي، لكن في الساعة الأخيرة كان هناك خلاف على طريقة دفع قيمة الصفقة بالنسبة أو تراجع عن الطريقة التي تم الاتفاق عليها على دفع الصفقة من قبل فريق الرجاء الرياضي. كان الاتفاق أن يكون هناك شيك يقدم من المغرب الفاسي لفريق الرجاء الرياضي، لكن في الساعات الأخيرة طلب مسؤول الرجاء بدفع نصف قيمة الصفقة نقدا، وهذا ما تعذر مع الساعة 11 ليلا بالنسبة لفريق المغرب الرياضي الفاسي ليتم إلغاء صفقة انضمام هذا المدافع الشاب إلى فريق المغرب الرياضي الفاسي. إذن المغرب الفاسي يواجه فريق الجيش الملكي، لقاء هو اللقاء سيكون رقم 105 في تاريخ لقاءات الفريقين، 30 انتصار للمغرب الفاسي، 37 انتصار للجيش، 37 تعادل، 96 هدف للماس، 89 هدف للجيش. آخر انتصار للماس كان في فاس في المركب الرياضي بمدينة فاس في أجواء ممطرة، هدفين دون مقابل للمغرب الرياضي الفاسي. واللقاء يوم الجمعة 4 ديسمبر الذي يوافق ذكرى عزيزة على قلوب جماهير الماس وأيضا الجمهور المغربي، الذكرى التي نال فيها المغرب الفاسي لقب كأس الكونفدرالية أمام النادي الإفريقي. هذا اللقاء يوم الجمعة سيجرى أيضا حسب ما هو متوقع تحت أجواء ماطرة. أمجد أخبار. نعم كنت من بعد هذه المباراة اللي انتصر فيها الماس بجوز صغير وكانت مواجهة بيناتهم في كأس العرش،
أنا تحدثت عن البطولة الاحترافية الأولى. آخر انتصار كان في البطولة الاحترافية هدفين دون مقابل أهداف العياطي وعبد الرحمن المساسي. بعد ذلك كانت مواجهات في كأس العرش وكانت أيضا في البطولة الاحترافية، لكن كانت إما لصالح الجيش الملكي أو كانت تنتهي بالتعادل. إذن أيوب، هذه مجمل أخبار فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي يواجه ملعب الحسن الثاني. فريق الجيش الملكي قمة منتظرة يوم الجمعة على الساعة 7:30. مباراة بذكريات الماضي 13 عام لعبوش الماس في القسم الأول في ملعب حسن الثاني فاس، كانوا كيلعبوا في ملعب الكبير مدينة فاس من الافتتاح ديالو في 2008. استمعوا لعبد اللطيف جريندو مدرب الماس كيتكلم على مباراة كبيرة كتنتظروا كونتر الجيش الملكي. صحيح، لان المقابله الاولى مع فريق الجيش الملكي اللي غتكون مقابله قويه. نظر الى ان المغرب الفاسي بلي جوار اللي عندها، كنعرفوا عدد كبير من اللاعبين اللي عندها، كنعرفوا سي عبد الرحيم طالب كيفاش كيلعب. فريق اللي تبارك الله لعب عدد كبير من المقابلات الوديه، اكثر من 10 ولا 12 مقابله وديه، يعني كنظر الى انه مستعد للبطوله. بالنسبه لنا احنا ما عندناش مجال للخطا خصوصا داخل الميدان ديالنا.